وكل ما نهضروا يقول لك نتوما دوك راكو برجالكم وراكم زوجات، وعلاه اللي مزوجه ما تديش حقها من عند باباها؟ مي تلحق باش تقتل باباك على جال الورث، هادي اللي ما يقبلها لا الدين ولا القانون. ضربني رفد يده ورخصني وسبني قدام ولاده قدام مرته، تبهدلت وخرجت هكذاك. تهديدات، اختطافات، تزوير وثائق، ومسار طويل من المعاناة لأجل الحصول على حقوقهم في الإرث. نساء محرومات من الميراث، رجال يتحايلون، والنظام غائب. ولا كي حابة تدي الورث ديالك ولا الورث تاع ولادك، لازم عليك تزوجي بخوه. كيف دبر الشرع الإرث من حيث الاستحقاق والقيمة؟ ثم كيف السبيل لتجاوز كافة مظاهر الخلل في تعاطي الأفراد وعموم المجتمع مع موضوع الإرث؟ إما لأخو يقتل بابا على جال الورث. الميراث والتركة قنبلة تفتك الأسر الجزائرية وتدمرها، موضوع حلقتنا القادمة من برنامج الخط البرتقالي، تأتيكم الأحد الساعة 9:30 مساء على قناة الهوغار تي في. كونوا في الموعد.